اما انه يعني السيد محمد الشاع السوداني هو ليس بسوبرمان انه بضغط الزر راسا يخلي الدنيا تمطر وتورق الاشجار ويقضي على الفاسدين ويقاتل الارهاب لا الموضوع ما يعني ما يحتاج لحاله من الفانتازيا نعم. الموضوع ياتي تباعا لكن حتى الان نوايا السيد السوداني جيدة حتى الآن هنالك خطوات صحيح ثقيلة وبطيئة لازم تقول جيدة. لكنها ثابتة يعني هو ما يتقدم سيد علي لازم تقول جيدة على اعتبار أن يقولون علي البيدر هو مقرب من المالكي وحكومة السودان هي مقربة للمالكي والله ما ادري شلون الشارع يحكم على الاخرين يعني انا يعني الرجل اتشرف فيه السيد نوري المالكي أه خلينا نقول صديق إلى حد ما ليس مقرب ولا إلى آخره ولا يسمع لي نصائحي أو يأخذ استشارة مني أو إلى آخره مجرد صديق والرجل أتشرف به واستقبلني استقبال مشرف يعني يجب أن يذكر هذا الأمر أمام الإعلام وخلي الناس يعرفون بعض الحقائق لكن أنا ما أجامل السيد السوداني لأنه قريب من السيد المالكي أو على اعتبار عندي علاقة مع السيد المالكي اطلاقا الرجل ايضا الحد يمكن يوم التنصيب كنت اتواصل وياه السيد السوداني يسير بخطوات بطيئه وثقيله لكنه لا يتقدم خطوه الى الوراء ويرجع الى الامام ويرجع عشره الى الوراء مثل ما كان يحصل في السابق هو يسير بخطوات ثابته الى الامام ندعم هذه الخطوات وسوف ننتقد السلوكيات السيئه على يعني جميع الكابينه الوزاريه بما فيهم شخص السيد رئيس الوزراء وانا ايضا كنت معترض على بعض الامور يعني اللي اقدمت عليها الحكومه لكن ما دام النوايا صادقه تحتاج الى منهاج قويم اذا اجتمعت النوايا مع هذا المنهاج ممكن ان يعني يحدث اصلاح داخل المشهد السياسي وكذلك ينعكس على الجوانب الحكوميه وعمل مؤسسات الدوله بس عفوا ست اليوم شو الحلقه كانما هي لا لا بس بدايه الحلقه لا لا بالعكس بالعكس انا استاذنت من حضرتك بالبدايه وانطيتني الضوء الاخضر وانا حكيت تمام طيب تمام عنت